أضاف الجفاف إلى مآسي الصومال الفقير، فأنتج مجاعة وأمراضا أودت بحياة 110 أشخاص في جنوب البلاد على مدى اليومين الماضيين، وفقا لبيان مكتب رئيس الوزراء. بس 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 بس. يعلو بكاء الأطفال في مركز طبي يديره الصليب الأحمر الدولي بمدينة كيسمايو. المركز واحد من أماكن قليلة في جنوب الصومال ووسطه يعالج الأطفال المصابين بسوء التغذية. في فبراير شباط الماضي قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف إن الجفاف في الصومال قد يتسبب في إصابة 270 ألف شخص بسوء تغذية حاد خلال العام الحالي. أنا من منطقة ريفية وبسبب الجفاف أتيت إلى هنا، أتيت بسبب مرض الطفل، أمه ابنتي ولقد ماتت. في هذا المركز يخضع الأطفال لبرنامج تغذية علاجي، ويقدم لهم حليب مكمل بواقع 6 إلى 8 مرات في اليوم. في يناير كانون الثاني الماضي قالت الأمم المتحدة إن 5 ملايين الصوماليين أو ما يزيد على 4 من كل 10 صوماليين لا يحصلون على ما يكفي من غذاء. وأصاب الجفاف الصومال للمرة الأولى عام 2011 فقتل 260 ألف شخص.